أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الجمع بين كلام الناظم في عدم نوم الرجل مع امرأته عريانا، ومن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض نسائه من إناء واحد من الجنابة؟ ما شاء الله، تبي يغتسل عليه ثيابه؟ ما يمكن الاغتسال إلا إذا طرح الثياب، طرح الثياب للحاجة لأجل الاغتسال. نعم.